مجلس يحوي الثمينة في رياض الصالحين، تملأ الروح حبورا ترث القلب اليقينا. روضة غنى فيها هدي خير المرسلين، روضة غنى فيها هدي خير المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في تتمة حديثه على باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر، وعن أبي هريرة وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابي فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، رواه مسلم. باب الذكر عند الصباح والمساء. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال
ولا تكن من الغافلين. قال أهل اللغة: الآصال جمع أصيل، وهو ما بين العصر والمغرب. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال أهل اللغة: العشي ما بين زوال الشمس وغروبها. وقال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الآية. وقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وللحديث بقية. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مجلس يحوي الثمينة في رياض الصالحين، تملأ الروح حبورا ترث القلب اليقينا. روضة غنوا فيها هدي خير المرسلين، روضة غنوا فيها هدي خير المرسلين.